خبراء صناعيون واقتصاديون يدرجون محافظة دهود ضمن دائرة الإنتاج المحلي، ويصفونها بالمركز الجيد لتصدير الإنتاج إلى خارج الإقليم. هنا يتم إنتاج الإسفنج في هذا المعمل وغيره من المعامل الأخرى المخصصة لإنتاج الإسفنج بأقل كلفة ممكنة وبمواصفات قياسية عالمية. الطاقة الإنتاجية حسب نوعية الدوشك اللي ننتجه بالمعمل، عندنا 6 أنواع حسب النوعية، يعني من تقريبا من 250 ل 300 دوشك يمكن إنتاجه باليوم الواحد الطاقة الإنتاجية. وطبعا البضاعة تكون يعني ننطي للإقليم وخارج الإقليم من المحافظات الجنوبية والوسطى العراقية. الشغل اللي نعمله بداخل معملنا ننافس البضاعة الأجنبية من حيث النوعية والجودة والسعر. إجراءات وتسهيلات وضعتها السلطات في إقليم كردستان من أجل النهوض بالقطاع الصناعي لسد الحاجات المحلية ومنافسة المستورد منه وتوفير الآلاف من فرص العمل. حقيقة القطاع الصناعي قطاع مهم في اقتصاد أي دولة، ولهذا الحكومة حكومة أقليم كردستان وخاصة حكومة كابينة التاسعة اهتمت بهذا القطاع منذ البداية وخصصت أراضي في كل محافظات أقليم كردستان لإنشاء مناطق صناعية متطورة حديثة ومتخصصة في كافة القطاعات الحياتية، لأن محافظة دهوك لديها مصادر زراعية ومتنوعة ممكن الاستفادة من القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية وتحويلها إلى صناعة محلية متطورة بمواصفات ونوعية عالمية جيدة. انتعاش واضح في مراكز الإنتاج على مستوى محافظة دهور لتغطية الحاجة المحلية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات إلى خارج الإقليم سواء في باقي المحافظات العراقية وحتى خارج العراق. لقناة زاجروز الفضائية بوار داخس دهور.